الحديث عن المياه في مصر لا يجف ولا ينضب مع استمرار النيل في الجرايا، فالمصريون دوما يسعون للاطمئنان على شريان حياتهم، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بما يمكن أن يهدد حصتهم في المياه. فمنذ شروع إثيوبيا في إنشاء سد النهضة على نهر النيل، بدأت فصول أزمة حادة بين القاهرة وأديس أبابا، ولم تزل حتى اليوم تراوح مكانها مع استمرار الخلافات والفشل في التوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي أحدث التطورات اتهم إثيوبيا بانتهاك اتفاق واشنطن الذي توصلت إليه مع كل من مصر والسودان بشأن أزمة السد، موضحا أنه قطع عنها التمويل بسبب ما سماه الخطأ الكبير. موقف أثيوبيا من الأزمة طرحناه على وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي في مقابلة خاصة، حمل خلالها أديس أبابا المسؤولية الأكبر في فشل التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، لكنه أبدى استعداد بلاده للتعاون ولدعم مشروعات التنمية في إثيوبيا. احنا كنا وصلنا لاتفاق في واشنطن، كان المفروض على الأقل والأثيوبيين كانوا موافقين، وكان طلبوا أن هم وقت للحوار المجتمعي عندهم، فالحوار المجتمعي ده يعني في نهايته رفض الاتفاق واشنطن اللي احنا كلنا تفاوضنا عليه. فعلى الأقل كان كنا المفروض اللي هي يبقى في عدة نقط، مثلا النقاط فيها عدم توافق نبتدي نتفاوض عليها، إنما احنا ابتدينا البروسس من أول وجديد. هي كل دولة لها أولوياتها وبتسعى المصالح. السودان بيهمه في الأساس موضوع الأمان بتاع السد، موضوع التصرفات يبقى فيه تنسيق للتصرفات بتاعة السد. احنا يهمنا في الأساس التعامل مع فترة الجفاف والجفاف الممتد، فإثيوبيا يهمها ان هي عايزة تولد بسرعة وان هي تولد اكبر كمية كهرباء، فالأهداف واضحة. كل بلد عندها أجندتها، هم عندهم أجندة بتاعتهم، احنا بنحاول ان احنا نوصل لاتفاق، وهم يعني الحاجة المهمة اللي احنا بنحب نوصلها للإخوة في إثيوبيا ان احنا مهتمين جدا بالتنمية بتاعت إثيوبيا، مهتمين جدا بان الكهرباء توصل للناس الفقيرة في إثيوبيا، بل بالعكس احنا على استعداد ان احنا نساعدهم في كده، عندنا خبرات كتير في هذا المجال. احنا فاتحين يعني زي ما بيقولوا دراعاتنا ليهم ان هم نبقى نعمل اقصى درجات التعاون. هي الإرادة السياسية، هي الموضوع موضوع إرادة سياسية، وأنا بأكد إن عندنا إرادة سياسية كبيرة جداً.